السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا خلينا نتكلمنا 34 في التالي 06. أنا لا نقول لك إلا اللي في عالم مولانا. أنا والله اللي رفدت البالات والبيكوات ودرتهم في الوتة، والله اللي رفدوا الناس من السجن من قدامي. منين يبغوا يرفدوها؟ والناس يدخلوا الناس اللي تشتغل كانت برا يحيطوا لها ويدخلوها. هؤلاء الناس اللي قال لك عنهم يزرقهم الكلاب، والله ما يزرقهم الكلاب يا غير خالق فوسي جاي قبلتنا عند السبيخة حافة تراكس، ذاك ينزرقوا فيه الناس. علاه باش ينزرقوا فيه الناس؟ أنا دائما خدام على قويرة في جراج ومقبوض، لأني الشير ذيك الساعة في عمري تقريبا 19 عام والله رواية ذاك نبتو، وجهد أهلي كامل الآن بين عين بنتيلي والحنك وخنفرة المراوة وشي منهم في التندوف، يعني مقبوض ما فلوش في ياسر من المسائل يا غير ذا فعلوا مولانا مولي. هذا رد الحقيقة للتاريخ. أو الناس يرفدوهم ذوك العساس، والله الحراس والله شعايدين فوتة ويتم واعدين بيهم، ما هو في الغدر اللي لا يلتاح بعيد، يلتاح في السبيخ هذيك ويجيبوا ذوك الفيسان والبالات ويزرقوهم فم مولي يتم شي. ذا اللي شافت عيني، ما مقد الكلاب ولا الغير، ذا انا ما شفته والله، ماني لا نديره على رقبتي، والله ماني لا نحاسب به غدا ولا مبين ذاك مان الله. على هذا الاساس انا صوتي اللي مع صوت الضحايا، سياني منين عايدي؟ سياني ذوك اللي باقين في المخيم، سياني ذوك اللي مشاو للجوج، سياني ذوك اللي قاس في المغرب، والله قاس في موريتانيا، والله قاس في غيرها. زين عندنا، وانا شخصيا زين عندي، وناس اللي كامل اللي هي ضحايا زين عندنا، حتى نقابل ولا مع ذوك اللي كانوا يعذبونا، معهم على الشعب الصحراوي ولاهم على القياده اللي منها نزيه، غير ذوك نقابلوا معاهم احنا قدام محاكم تحكم بالحق، ولهم محاكم سيد احمد البطل اللي يقسم ارواقيج على اثنين ويدير طرف منه على زر الشانطي من هوك وطرف منه على زر من هوك، ومسائل ومفطن ياسر اللي راهي قدامه. ذيك اللي الجرائم اللي وقعت واللي طرات واللي مسائل ذيك هم اللي نطرقوا لها في وقتها وعلى اسمها لها، رانا ما انا اللي نجر ما حد غير نسموه فلان باسمه، هل اللي عدل وهل اللي عدل وهل اللي واسى وهل اللي واسى. وهذا عشناه وريناه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ساقيتي والوالدي 1884. الأخ اللي سولت عن المجموعة اللي ارتدمت في الفوسي، لأن أعطيك ذا الدليل اللي مولانا ما ينقصه من حسناتي. إحنا كان محكوم علينا بالأعمال الشاقة في الرشيد، هاو الناس واحدين ارتفدوا فوتات، أنا كنت نعمل ميكانيك، ومنين يبغوا يرفدوها الناس يدخلوا الخدام الشقالة كامل يدخلوها يقفلوا عليها يشمع، وأنا نبقى دائما في الميكانيك خدام مع تراصي محمد مصطفى ومع الطفل اللي قال له بريه، عينا نشتغلوا في الميكانيك. شفناهم رافدين أرواقيج في سيارة يزقوا وباركين عليهم أساسا من فوق، وداهم للفوسي هذا وردموهم، والله ما نعرف منهم معمر ولا زيد ولا عبد الرزاق. شفنا واحد مسكين من فز يجري من طلص من بين ايديهم، نعرفوا ذاك الحاسية لأنه فيها رواق ساب وورد وزرق راسه ووسطه، وذاك الراجل بعد موريتاني غريشة من شباكة موريتاني قالوا هما ذيك الساعة، وعيط لي أنا وجبت بارادوز وجاب معايا واحدين قال له مندوسة يسوق الكوبا وسويليمة وواحدين ثانيين، شعلت لهم بعد أنا ضوء في وسط الحاسي لقد يدخل وسطه، لأنه الحاسي كانت تنزرق فيه معدل بيت محاش الملائكة والسامعين، وعقب ردموا عليه فهم تم ذيك ناس قد سولانك عن الناس اللي كانت شورى زواد. احنا كان محكوم علينا بالاعمال الشاقه في زواد، نقلعوا زهران شرفوا به جزيرات ديك ساعه ويجيبوه من عندنا فهم، نهارات اللي له نعمل له جابوا مجموعه في جزيرات وبالضبط في عقيله العسكر اللي موجوده في الحدود الماليه الموريتانيه الجزائريه، وفرقوهم ذو كاملين، والله ما نعرف كانوا من شباكة موريتان، والله من فرنسا، والله من والله جايبينهم من المراد عن هذيك المجموعة، جابها جزير ومعها ثلاثة دروفيرات وطورقت فرقية فم وفات أخبارها. أما الناس اللي طورقت في زر في ركشاش اللي زر المغيط عند العمشانيات، ذي كاملة موريتان وناس خضر كاملة كور والله شايد، وطورقت كاملة وذيك شفناها بعينينا قاع مزلنا في الناحية أعوذ بالله. هذه مسائل لها الجميل عن ردها وعن مسائلها، وشكرا والله.
انا ما رديت عليك ولا قلتها لك، يخلوا رجاجة 3 ايام 4 ايام بالعطش والجوع والعرية، وكتفات ايديه وكان عاي ورا ظهره، ومنين يوقف منهم ذيابي يجي يطيروا فوق الماء فقار. وياسر ياسر ياسر ما يقد يلتبس عليه الباس يا اخي، ياسر في ياسر مولي من الزمن، وياسر من الاوقات اللي يطفو بها الليل والظلمة والبرد والجوع والعطش والعرية والبراءة باطل. ماذا أقول لك يا أخي، إنهم ملاعين لعنة الله وعليهم، سينتقم الله منهم، سينتقم الله منهم، شاء من شاء وكره من كره، ولعنة الله على كل من يدافع عن الظالمين والجلاد، سينتقم الله منهم. إنهم كالخمر شربوه وحملوه والمسبب فيه وبايعوه وعاصروه، حتى هما المدافع عنهم ومن يصفق لهم ومن هو معهم من يريد أن يبرعهم فهو مثلهم ملعون، عليه لعنة الله وغضبه وغضب كافة الناس السوية إن شاء الله. وأقول لكم أخي الفاضل، لا تحزن، لا تحزن أبدا، إن الله معنا. اللي مرقنا من ذاك الغار يقد يحكم عليهم إن شاء الله، ولكم فائق التقدير والاحترام.